ديزني جونيور تقدم لحظة سحرية لصوفيا الأولى. عندما تهدد ساحرة شريرة إنشانسيا، ستحتاج صوفيا لقوة قلادتها لتحمي مملكتها. يا صوفيا، التميمة تضيء. انظري، هل هذه؟ سنو وايت. واو. أوه، مرحبا بكما. صوفيا، لما أحضرتك التميمة؟ لا توجد مشكلة. متأكدة من ذلك؟ يوماً ما جاءت امرأة عجوز وقدمت لي تفاحة، لكنها كانت زوجة أبي الشريرة متنكرة، والتفاحة كانت مسمومة. وقد كانت متنكرة؟ الأشخاص ليسوا دائماً كما يبدون يا صوفيا، لذا يجب أن تحذري وتثقي في إحساسك، لا يهم ما يقول الآخرون. أجل يا صوفيا، تقولين إن لديك شعوراً سيئاً تجاه تلك الساحرة. فعلاً. إذن يجب أن تفعلي شيئاً قبل فوات الأوان. معك حق. ساشا، هذا ليس لطيفا. أنسة ساشا، ماذا يحدث؟ جئت في وقتك تماما. أنسة ناتل، ماذا تفعلين هنا؟ جئت من أجل تميمة الأفالور، ولا يوجد أحد ليوقفني الآن، وسأخذها منك. اركضي يا صوفيا. روزي، استخدمي الأفرع لتغليق القصر بكل سرور. الأفرع لا تتحرك أبداً يا مولاي. لقد حبستنا، لكن لماذا؟ لا أعرف يا رولي، لكن صوفيا ما زالت بالخارج. فلنزل الأفرع من على الأبواب. يا حراس، قطعوها بالسيوف. ها أنت هنا. تريدين التميمة يا أنسة ناتل؟ تعالي خذيها. طبعاً. ماذا؟ اختيار خاطئ. تظنين أنني سأنخدع في هذه المرايا؟ ها أنا ذا. اختيار خاطئ، كان مجرد انعكاس. نجحنا يا سيد سدريك. لا تتحركي يا أنسة ناتل، لنذهب لنحرر أمي وأبي. لتختفي الزهور. مولاي، انظر. أمي، أبي. أنت بخير. سيدريك، أنقذتنا؟ بكل تأكيد. برافو. بمساعدة سنو وايت وسيدريك، هزمت صوفيا الساحرة الشريرة بمقاتلة السحر بالسحر. واصلوا المتابعة للحظة سحرية أخرى، وستشاهدون صوفيا الأولى على ديزني جونيور.